اللي بيحصل ايه؟ ان العاده السلبيه بتديني قناعه ايا ما كانت، التدخين، الكذب، ان انا بجيب في سيره الناس، ان انا بغتاب الناس، ان انا ممكن استفز الناس، ان انا ممكن ازوغ من شغلي، ان انا ما بديش اللي حواليا حقهم، ان انا ممكن اغش في البيع والتجاره، ان انا ممكن ادلس وانا بتكلم عن حد، ان انا ممكن ابالغ وانا بوصف في قدراتي لحد. كل الصفات دي اسمها عادات سلبيه. ازاي يتم تغييرها؟ 5 امور. اولا واجه نفسك. يعني لما تقول لنفسك العاده اللي انا بعملها دي غلط، ده هيوفر عليك نص المشوار. ما ينفعش تقول لي لا اصل التدخين ده بيهديني فدي حاجه كويسه. ما ينفعش تقول لي اصل انا بكذب عشان الناس كذابه. يعني اعترف ان انا عندي مشكله. بالظبط. وانس ان انا اعترفت ان انا عندي مشكله، اذا انا محتاجه ان انا احل المشكله دي، اذا انا هتقبل العلاج. بالظبط. تمام. الخطوه الاولى ان انا بواجه نفسي، بواجه نفسي على، خدي بالك من لفظ مواجهه، مواجهه انها عدو. يعني نفسك دي مش تبعك خالص. دي كل دورها في حياتك انها تنتقص منك وتقل من قدرك، تخليكي في اسوأ حالة ممكنة، وتديكي اكتر حاجات سلبية ممكنة، وتخليكي في اسوأ الاحوال من بداية اليوم لنهايته، حتى وانت نايمة بتفكرك بكل الحاجات اللي بتضايقك. فالحكمة ان انا واجهها. يعني ايه مواجهة؟ يعني انت مش معايا، انت ضدي. انا اتحدى نفسي. ضد. الامر الثاني، بعد ما سميت المواجهة مواجهة واعترفت ان انا عندي مشكلة في عادة معينة، بدخن، بكذب، بسرق، بخدع، بخون، اكون مؤمن ان مفيش مشكلة بتتحل. بمعنى ان مفيش مشكلة في الوجود ليها حل. مفيش فايدة. بس المشكلة ليها ادارة. حل المشكلة في علم النفس معناه عدم وجودها من الاصل. يعني ان انا حل المشكلة انها مش موجودة اصلا. لكن إدارة المشكلة إن أنا بطلع بأكبر قدر من المكاسب، وأحقق أكبر قدر من الأمور اللي أنا عايز أخرج بيها، وأضحط أقل قدر من الخسائر. أعظم الفايدة بالظبط وأقلل الخسارة. طيب أنا هنا مثلا بدخن بقالي 30 سنة، قررت إن أنا في رمضان ده المسألة هتكون مختلفة، هعمل إيه؟ أنا هبدأ أنزل بشكل تدريجي، ده دربنا عليه الناس فعليا النهارده في العيادة فعلا، ناس كتير وإدينا لهم البرنامج وكل رمضان بنستغل ده. أنت بتبدأ بعد 16 ساعة صيام في إنك تعوض اللي ما دخنتوش طول 16 ساعة، لا يا سيدي أنا هعتبر إن أنت وقت الفطار هو ده اللي أنت هتدخن فيه بس. بس هتدخن فيه نفس الكمية العادية. تمام؟ يعني لو أنت هتدخن مثلا كل نص ساعة، هتفضل تدخن كل ساعة إلا ربع. لغاية السحور. ده الكلام ده أول يوم، بعدها هبدأ أدخن كل نص ساعة. بس إيه؟ هدخن كل نص ساعة نص وقت السحور. يعني من بعد ما أخلص تراويح. طيب اليوم الثالث هبدأ أدخن كل ساعة. حتى من بعد وقت التراويح مباشرة. وهكذا ببدأ أعلى وأنزل بالكيرف عشان ما أربطش نفسي بقيد ممكن يوترني. بعلى وأنزل في محيط مرة أو مرتين. ما ثبتش الميعاد. اطلاق، لان تثبيت الميعاد في حد ذاته ده بيأثر على الساعه البيولوجيه سلبا. تمام. الامر الثالث بعد ما خلاص انا سميت المشكله وابتديت اتعامل معاها، ان انا لازم ابدل العاده السيئه بعاده احسن. انا واحد لما بيجي يحكي مع الناس مثلا بيكذب، والكذب في لساني عمال على بطال. في ناس ما بتقدرش، يعني بتهيألي لو ما لقتش حد بتكذب عليه بتكذب على نفسها. ده حقيقي، ده حقيقي للاسف الشديد. طيب. الشخص ده نقدر نستبدل هذه العاده ازاي؟ افتكر كويس ان الكلام اللي انت بتقوله ممكن تدفع عليه فلوس. ده ساعتها مش هيفتح. احد الناس اللي كنت بتعلم على ايديهم رحمه الله عليه كان دايما يقول لي لما تكتب مقاله افتكر انك بتدفع على الكلمه 10 جنيه. طبعا كانت مبلغ وقتها. فقلت طيب انا هكتب مقاله في صفحه A4، لا كتير قوي، طب هقللها، طب هقللها. بالتدريج بقيت اكتب كوت اللي هو ممكن 3 سطور او 4 سطور خلاص فيهم مقاله. المسج وصلت. بالظبط. ده صعب جدا. صعب ان انت تعمليه غير لحد البروفيشنال قوي، انك بتكوني هاضمه قوي انت عايزه تقولي ايه. الخلاصه. بالظبط. اللي هي على طول الشخص كمان اللي ممكن يكون بيعمل كده، اللي هو بيكذب في كلامه، لان هو مش شرط يكون بيكذب عشان شرير، ممكن يكون بيكذب عشان مضطرب نفسيا وهو طبعه خلاص عايز يلفت الانظار. لو حضرتك قلت العاده عايز يكذب الناس. بالظبط. عايز يكذب الناس، عايز يحس بنفسه. هنا بنقول لك ايه؟ افتكر ان الكلام اللي بتقوله ده ممكن تدفع عليه فلوس، فلو هو مادي دي هتوجعه اكيد.
الامر الثاني غالبا بيبقى مادي. ممكن. الحاجه الثانيه اللي ممكن تفكرك بيها انك اسال نفسك الجمله اللي انت هتقولها او الكلمه اللي انت هتذكرها هتديك فايده؟ لا مش هتديني فايده. طب مش هتضرني؟ برضو ما اقولهاش. كل كلامي لو مش هيديني فايده بلاش اقوله. هنا بقى ودي الخطوه الرابعه، ان انا ممكن ما اعملش اكشن ما دام الاكشن ده مش هيفيدني. بقائي بلا فعل افضل من اقدامي على فعل يسيء لي. تمام. كتير. طيب الخطوه تمام؟ الخامسه ايه؟ الخطوه الخامسه تعيد التركيز في ايه؟ في اي حاجه تانية غير اللي انت بتعمله. افكر في حاجه، اشغل ذهني بحاجه تانية. التركيز في اي حاجه تانية واي حاجه تكون انها ايجابيه غير الموضوع اللي انا متشغل بيه. يعني قلنا اي عاده سيئه، مش بس التدخين، احنا الجزء الاول من الحلقه. اي عاده سيئه تمام، اي حاجه انا بعملها الناس شايفاها ان هي عاده سلبيه. الشخص العبقري هو القادر على قلب السلبيات في حياته لايجابيات. تمام. انا لو جبت مج وفضيت المج ده من الحاجات الوحشه اللي فيه هتقعد فيه حاجات اوحش ما دام فاضي. تمام. لكن لازم املاه حاجه كويسه. يعني لازم اوجد البديل. بالظبط. ما ينفعش تسيب نفسك خاويه. يعني بعض الناس تتخلى عن التدخين مثلا لمده 3 شهور. طيب. وبعدها يرجع مدخن شره اكتر.